السلام عليكم متتبعات، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. ان شاء الله كما كتشوفوا غندير معكم واحد الحلوه الاقتصاديه، ودغيا كتوجد يعني في الدقيقه الاخيره كتوجد ان شاء الله العيد ديالكم، وحتى داك النهار الاخراني الا كان انسان كما مساليش، هي صراحه كتوجد في الدقيقه الاخيره. هنا كما كتشوفوا عندي هنا كورن فليكس، او اللي عندي انا استعملت نسكوي ديال الشوكولاته بالضبط، تقدروا تهرمشوا واحد شويه. وعندي هنا كاوكاو اللي محمر ومطحون، هذا كاوكاو الغليظ. هنا غنخلط المكونات ديالي وغنزيد عليهم شويه ديال العسل، صراحه اللي كتجي واحد الحلوه اللي غزاله ما شاء الله في المذاق، كتجي ديك التقرميشه ديال الكورنفليكس او لا نسكوي، صراحه راه كتجي فيها واحد المذاق غزال والتقرميشه يا سلام. هنا كنبدا نزيد العسل ديالي غير بشويه بشويه حتى كيتجمع ليا المكونات ديالي بجوج. انا كما كتشوفوا زدت واحد شويه مازال ديال العسل، المهم العسل بقى تزيدو غير بشويه بشويه، ما تكثروش يعني ما تجيوش كبوا العسل دقه واحده، هادشي خاص غير بالنسبه للبنات المبتدئات. هنا صافي تقريبا يعني صافي تقريبا مخلطه ليا يعني بركه عليهم ديال العسل. هنا كنت حيت المعلقه حيت كانت ليا شويه ديال العسل مازال في المعلقه كما كتشوفوا. هنا صافي تقريبا راه تجمعات ليا. هنا كنبدا ندير في الكويطات، غتهزوها هكا غير بالمعلقه ولا تهزو بيديكم، المهم لكم اختيار. انا استعملت غير معلقه كما كتشوفوا، جوج معالق هكا صغار وصافي. صراحه كتجي فيه واحد التقرميشه غزاله، غنجربوها. المهم كتهزوها هكا بالمعلقه كما قلت لكم اولا بيديكم، وتتحطوا في الكويطات ديالكم، تعمرهم كما بغيتو، تعمرهم غير شويه ولا بزاف، المهم لكم اختيار. انتما كما كتشوفوا كنحاول نعمرهم غير بشويه بشويه، يعني حتى نسالي داكشي كاع اللي عندي. المهم انا ما عطيتكمش المقادير بالضبط، حيت نتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتو تستعملوا هكا كاوكاو كميه كثيره، كان كيلو اولا كيلو، المهم على حسب الكثره اللي بغيتو نتوما، داكشي باش ما عطيتكمش انا المقادير بالضبط. انا بالنسبه يعني هكا الساشيه ديال النسكوي استعملت منها النص، داكشي اللي استعملت من هنا. صافي حتى كنسالي يعني حتى كنسالي هاد الكويطات اللي عندي. هنا كما كتشوفوا نبدا عاوتاني، عندي الشوكولاته هنا ذوبته، درت انا الشوكولاته هنا كحل، ممكن نتوما تستعملوا اي يعني شوكولاته بيضه ولا شوكولاته كحل ولا ديروا شوكولاته بالحليب، المهم اللي بغيتو. وصافي بدا تعمرو فوق يعني فوق هكا فوق الحليبات ديالكم، صراحه كيجيو غزالي. ممكن تزينوهم، انا خليتهم هكا سامبل، ممكن تزينوهم بديك الحبيبات هكا اللي كيكونوا ملونين اولا فيرميسي، المهم اللي بغيتو. انا فضلت نخليهم هكا سامبل، صراحه غنجربها كتجي حلوه غزاله، وكتكون في واحد التقرميشه ديال نسكوي غزاله ما شاء الله. المهم الشوكولاته حاولوا تجيبوا داك النوع الجيد، حتى ما كانش داك النوع الجيد حاولوا تزيدوا غير واحد المعلقه هكا معلقه كبيره ديال الزيت، ما تكتروش الزيت.
المهم انا غادي نكمل حتى نسالي داكشي اللي عندي وغتشوفوا النتيجه، تشوفوا من بعد ما ساليتها وخليتها حتى بردات، درتها في الثلاجه شويه حتى بردات، المهم هذه هي النتيجه اللي كنتحصلوا عليها. صراحه كتجي غزاله كما قلت لكم، كتجي فيها ديك القرمشه ديال نسكوي او ديال كونفليكس، صراحه كتجي غزاله. نتمنى منكم تجربوا وترتوا لي ان شاء الله.